كريستيان أتشو افتتح التسجيل عند الدقيقة العاشرة. بعدها بسبع دقائق أضاف جوردان أيو الهدف الثاني، ووسع أساموا جيان النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 23. وعاد اللاعب ذاته ليدون الثانية له والرابعة لمنتخب البلاك ستارز عند الدقيقة 30، قبل أن يقلص أندي صوفي الفارقة عند الدقيقة 32. وفي الدقيقة 38 وقع لاعب مارسيليا جوردان أيو هدفه الثاني والخامس لغانا، ليضيف جيب شلوب سادس أهداف غانا في الدقيقة 66. وفي الوقت المبدد اختتم دافيد أكام السباعية.